يخدم فيه منتخبه في اي موقع يبقى سعيد جدا وليه الشرف طبعا مفيش كلام. شايف ان هتبقى تجربه الفتره اللي جايه قويه جدا ومش سهله وصعبه جدا لان مرحله خطيره. انت بتعمل منتخب وبتعمل نتائج وبتقابل تصفيات وبعدين بعد كاس امم وصول وبعد كاس الامم كاس عالم وبتعمل تغيير دماء وتجديد دماء وبتعمل انت عارف الجمهور المصري عموما استاذ احمد بيحب النتائج بيحب المكسب ما بيحبش يخسر ابدا فضغوط قويه جدا مش هيستحملها المصري ولا في حد مصري. وانا مع احترامي الشديد لكل اخواني واصدقائي انا ما عندناش العبقري الله يرحمه هو واحد عبقري بس مصري وبعديه كابتن حسن شحاته عشان اعمل احسن نتائج وابهار طبعا مفيش كلام فدول حقهم الاثنين دول على الراس ودول مش هيتكرروا في تاريخ التدريب المصري. كابتن طارق ايه رايك مدير فني اجنبي ولا مدير فني مصري؟ لا طبعا هو بص هو يعني موضوع اجنبي وموضوع مصري مش هو ده القضيه هو المشكله زي ما انا قلت لك المهم ان انت تاخد القرار بسرعه ما تستناش رد الفعل الاستاذ سيرمي بالونه وتقول شوف مين اللي هيجي.